نشر هذه الطائرة، وهذه الطائرة هي أفضل ما أنتجه العقل الأمريكي العسكري من طائرات الجيل الخامس يعني F-22، وهي تعتبر سلاح استراتيجي يعني قد يؤخذ أنه موجه إلى الروس. يعني العنوان الأبرز أنه هو محاولة تقليص النفوذ الروسي وجعله منحصرا في حرب يعني جغرافية قريبة على روسيا، هذا هو العنوان الأبرز. ولكن الحقيقة قراءاتنا أنا وجرارة كمحللين كإعلاميين نعتقد، لا إحنا نعتقد، أنا شخصيا نعتقد أنه أمريكا تريد أن تضبط التوازن العسكري بمنطقة الشرق الأوسط، وتريد أن ترسل رسائل متعددة إلى أطراف عديدة، إلى الذين راهنوا على استبدال الحضور العسكري الأمريكي من حضور التجار الصيني، هذه رسائل إلى المحاولات التي يراهن عليها البعض بإعادة إحياء المجاميع الإرهابية التي صنعت الفوضى في مناطق النفوذ الأمريكي، هذا أيضا هذه رسالة أيضا لها، إضافة إلى الموضوع الأبرز هو موضوع إيران. حقيقة أنا أعتقد أنه أستطيع أن أقرأ وجود هذه الطائرات في سوريا تحديدا موجه لإيران، بأن هذا الميدان سوف لن يترك كما ترك في عهد ترامب، وأصبح النفوذ الأمريكي متمائلا بها، فهي أشبه بعمليات تعزيز نقاط النفوذ أستاذ أحمد، ولا يوجد شيء جديد. يعني كما تفعل أمريكا في أوروبا على سبيل المثال، استطاعت أن توحد الأوروبيين بالحرب الأوكرانية، واستطاعت أن تعيد دعم نقاط الانتشار في شرق أوروبا تحديدا، وتشغل روسيا بحرب يعني محيط. أنا أعتقد هذه القراءة السريعة لهذا الحدث. طيب روسيا